ديما كنقول بينا ضد يكون باراسولاج في البحر، قشوم كيقول لك الوزير الداخلي كيقول لك انا نسند براسو للبحر ديال الجميع، وهنا كيديروا لنا باراسولاج كبار طونا بهم كنلعبوا كوره ولا شي حاجه، شي يجي داخل في واحد باراسول ولا شي حاجه لا والو، كيقول كل مره اش بغيت تجلس كيقول لك خلص حقا داك سميتو بغينا حنا شنو كيقول لك خصنا فلوس داك الشيء. وخويا حشومه والله حشومه باش يديرني باراسول كل مره هنايا. المشكل مع مول باراسول طرا لي شحال مره كيجي يقول لك بعد 20 درهم شي باراسول ولا شي حاجه كيقول طالع معاك 70 80 درهم على والو كيقول لك لا حق خذ معاك راسا خذ معاك هذي ياك شو اللي نضرب معاه على والو. الحل ديالي خويا والبوليس يهبطوا تما ويريبوا هادشي كامل يحيدوا علينا، وكل مره واحد يبغي باراسول يطلع ياخذ باراسول ديالو هنين. منين تتكون مثلا بحال هكا جاي باغي تشم شويه الهواء وباغي تمشى شويه في الرمله الى اخره كما بحال لي شامبينيوز حاجه بحال لي ما تتخليكش هذاك المنظر الطبيعي. من الافضل لو كان زعما خلاو هذه القضيه هذيك كما تنقولوا بحال هذوك الشواطئ اللي تنشوفوهم ديال تايلاند ولا شي حاجه بحال هكا تلقاه سامبل ساند يعني غير الرمله فهمتي والبحار فهمتي ماشي بحال هكا باراسولات باراسول حدا باراسول حدا باراسول حدا باراسول تنظن بلا تتخسر هذاك المنظر الطبيعي. يعني دابا تخيل معايا دابا واحد شاد لك المساحه ديال 10 ديال الباراسولات باش يكري فيهم بيزنس باغي يدير بها هو راس المال، يعني تنظن بلا هذه القضيه ديال التكرا انا ضدها اصلا زعما كامله. نورمالمون البحر خصو يكون فابور فهمتي، الا بغاو يديروا باراسولات يقدروا يديروا باراسولات فهمتي، ولكن يكون عندهم رخصه ويكون داكشي قانوني باش حنا عاوتاني اللي باغي نقصروا كره لعيبه تلقاو واحد البارتي نقصروا فيها مع الدراري وحنا كنجيو للبحر فهمتي باش نلعبوا باش نديروا باش نديروا ان بون مود ماشي باش نوضوا نتشادوا مع بنادم. البحر ما خصوش يكون فيه باراسول، ولا كان فيه باراسول يكون بالرخصه ويوريك الرخصه ديالو باش يكون كلشي مضمون وما ينوض حتى شي صداع. 20 درهم 30 درهم بزاف اخاي باش تجلس فوق كرسي ولا هي بصح راه شارين حتى هما كرسي غالي اللعيبات، ولكن خصهم يتعاملوا حتى هما شويه في اثمين راه كان بنادم ما عندوش باراسولات. الا ما جبتيش الا كنتي غتكريه بشي ثمن مزيان علاش لا؟ وما يكره لي انا ب 20 درهم ولا شي حاجه 20 ساعه لا بزاف. البحر ديال المواطنين ما يدوي معايا حتى واحد، نجلس ما يجيش عندي شي واحد يقول لي هذه بلاصتي ما تجلسش فيها ما تلعبش انا كره، نلعب كره ندير اللي بغيت. البحر ديال المواطنين نجلس ما يدوي معايا حتى واحد، عاد لا كريش من عنده يدوي معايا وما كريش من عنده جايب حوايجك ما يدويش معايا.